هذا المعرض هو خلاصة بحث بين 2009 و2010 ركزت فيه على تحولات الجسد الإنساني اللي هو الهاجس اللي أنا دائما بدور عليه في لوحتي. وفي هذا المعرض ركزت على الخط فقط، إنه هو يكون العنصر اللي من خلاله بطلع اللوحة. وأنا كنت مستغرب من حالي، إنه عادة لوحتي بتكون ملونة جدا، بس في هذا المعرض ما استخدمت اللون. ويعني من لوحة للوحة حاولت أصور الجسد الإنساني في شكل من أشكال تحوله، وهذا التحول بصريا ممكن يأخذ منحى السيلان، الذوبان، الضياع في الفراغ، ممكن إنه يكون محافظ على كتلته عن طريق الشكل، بس إنه ظله عم بفلت منه، وهذا شكل من أشكال الهدم اللي أنا شفتها في الفيجر كإنعكاس لحالة البناء والهدم اللي بنعيشها في الحياة بشكل مستمر وبشكل جدلي ما راح ينتهي. يعني بحاول أركز في الشكل، يعني بصرياً شكلياً في التكنيك بحاول أبني الفيجر للمرحلة اللي يوصل فيها لهذا الحد الأقصى. أنا بسميه هدم، بس ما بعرف إذا هو بناء، لأنه أنا شخصياً مش عارف إيش هي الحدود أصلاً بين الهدم والبناء، سواء في الحياة أو في الفن. التكنيك الرئيسي كان في هذا المعرض هو باستخدام فرشاية رفيعة كتير بالخط بالأكريليك. حسيت من لما بلشت إنه أنا عم بنسج الفيجر نسيج، والنسيج هو شكل من أشكال البناء، بس يمكن حكيت كلمة نسيج لأنه فكرة الخطوط المتداخلة اللي بالفرشاية الصغيرة. أثارتني فكرة النسيج هاي من ناحية إنه إنها بالخطوط بالأبيض والأسود، وأحيانا بدخل الرمادي، إنه كيف الخطوط المحايدة اللي بألوان أسود أو أبيض أو رمادي ممكن تعطي إحساس كتلي قوي، عن طريق إنه منحس إنه في خطوط بعدت وخطوط قربت وخطوط بالنص وخطوط عم تتلاشى وخطوط عم بمرحلة من المراحل، يعني بأثر على الخط بتكنيك تاني إنه الخط يذوب. المرحلة الأخيرة من هذا المعرض هي لوحة قائمة على بورتري واقعي. يعني أنا لحد الآن مقدم 7 معارض، لأول مرة برسم لوحة قائمة على شكل واقعي، وهو شكل أثارني جداً بصرياً، اللي هو البورتري لجياكوميتي. يعني أثارتني ملامحه، أنه ترددت في البداية مين أول واحد أرسمه، فكرت أكون أنا، فكرت ما بعرف مين، بعدين قررت أنه جياكوميتي. بحب شغله كتير وبحب وجهه قوي كتير. فهاي بداية مرحلة إني أرسم إشي قائم على الصورة الفوتوغرافية أو قائم على الواقع. بعرفش هاي مقاربة بيني وبين الواقع، إنه تصالحت مع الواقع، ما بعرف.